مشاهدينا نعود إلى موضوعنا الأساس في الحلقة عن الآثار الخطيرة المرتبطة بالسمنة والتي هي أيضا متعلقة بالخصوبة والصحة الجنسية عند السيدة والرجل، وهذا ما سنتعرف عليه اليوم مع ضيفنا الاستشاري في الغدد الصماء والسكري والأمراض الباطنية الدكتور رامي سلامة الذي ينضم إلينا مباشرة من عمان. دكتور رامي صباح النور. صباح الخير إليك ولمشاهدينا جميعا. تسلم دكتور. يعني بالبداية والسؤال اللي بيطرح نفسه إنه إذا كانت بتأثر السمنة على الخصوبة، خصوبة الرجل والمرأة، على الصحة الإنجابية. نعم تؤثر. نحن أولا بحب أحكي إنه اليوم يصادف اليوم العالمي للسمنة اللي هو the 4th of March، وإحنا بالعادة بنستخدم هذا اليوم لزيادة التوعية عن السمنة وعن مخاطرها ومشاكلها. هلأ أول إشي نعرف السمنة من ناحية علمية. هي ازدياد الأنسجة الدهنية في الجسم وارتفاع مؤشر كتلة الجسم لأكثر من 30. من ناحية طبية أو علمية، عندنا السمنة هي أكثر من مشكلة جمالية أو شكلية، هو في كتير مشاكل صحية مرتبطة فيها، مثل ارتفاع السكر بالدم أو الإصابة بالسكري من النوع الثاني، مثل ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول والدهون بالدم، مشاكل التنفس. نعم. وتقطع النفس أثناء النوم. صحيح. ونحن اليوم يعني من ضمن فقراتنا دكتور تحدثنا عن كل هذه الآثار، آثار السمنة على يعني أنه كيف هو جالب لعدد كبير من الأمراض، ولكن بالتحديد إذا ما تحدثنا عن الخصوبة. صحيح. والصحة الإنجابية، كيف تؤثر السمنة على هذا الموضوع؟ تؤثر عليه بشكل مباشر عند الرجل وعند المرأة. فأولا نبدأ عند الرجل. هلأ السمنة عندنا أظهرت الأبحاث العلمية أنها تسبب انخفاض في هرمون الذكورة اللي هو هرمون التستوستيرون، وأيضا تسبب عندنا في بعض المرات ارتفاع في الهرمونات الأنثوية. فالخلايا الدهنية والأنسجة الدهنية فيها عدة أنزيمات مثل الأروماتيز التي تحول الهرمونات الذكورية إلى بعض الهرمونات الأنثوية، فبالتالي عند الرجل بصير عندنا اختلال في نسب الهرمونات. هذا واحد. اثنين، عند الأشخاص اللي يعانوا من السمنة بالذات إذا كان مصطحب بالجلوس لفترات طويلة، هذا يزيد من حرارة الجسم مما يؤثر على الخصيتين وطريقة عملها، وبالتالي يؤدي إلى عنا اختلالات في الحيوانات المنوية والسائل المنوي. هلأ احنا بنعرف عشان يكون في عنا خصوبة طبيعية لازم السائل المنوي يكون كميته كافية، ولازم يكون في عنا عدد كافي من الحيوانات المنوية، ولازم يكون شكلها وحركتها برضو كافي. فهلا لما ترتفع الحرارة هذا بيأثر على الخصيتين وبسبب عنا قلة في عدد الحيوانات المنوية عند الأشخاص المصابين بالسمنة، وأيضا الشكل وحركة الحيوانات المنوية بيكون غير طبيعي. نعم. ثالث شيء، السمنة بالأمراض اللي مرتبطة فيها مثل السكري والضغط وارتفاع الدهون بتسبب عنا مشاكل بالقلب ومشاكل بالأوعية الدموية، تسبب تصلبات في الأوعية الدموية وممكن تأثر على الأعصاب، وهذا يؤدي عنا إلى مشاكل في الانتصاب عند بعض الرجال وبالتالي يؤثر على القدرة الجنسية. نعم. فالخلاصة أنه عند الرجال السمنة تؤثر على الخصوبة والقدرة الجنسية وأيضا تؤثر على الرغبة الجنسية. طيب دكتور، هل مرتبط ما تحدثت به بالمراحل العمرية للرجل؟ هل يعني يكون كل هذه ربما التأثيرات تكون مهملة إذا كان الرجل بعمر أصغر؟ لا يا عزيزتي، هو السمنة بحد ذاتها بغض النظر عن العمر، يعني بعد سن البلوغ هي بتأثر عنا على الخصوبة وتؤثر عنا على نسبة الهرمونات، ولكن كلما تقدم العمر عند الإنسان الطبيعي حتى لو لم يكن يعاني من السمنة تنخفض نسبة هرمون الذكورة اللي هو التستوستيرون عند الرجال مع تقدم العمر، ولكن لما يكون عندنا برضو مع تقدم العمر في سمنة فهيك بصير في عندنا دبل إيفكت، يعني بصير في عندنا زيادة في المشاكل الجنسية وانخفاض أكثر بالغالب في هرمون التستوستيرون. يعني تقصد أنه بالأعمار الصغيرة ربما لا يصل هذا الموضوع إلى حد العقم وعلى عكسه بالأعمار الكبيرة، صحيح؟ نعم. نعم. طيب هل تخف هذه التأثيرات بحال خضع الرجل السمين لعمليات جراحية للتخفيف من وزنه مثل التكميم مثلا أو غيرها من الطرق؟
هلأ إحنا اللي بنحكي مش الحل الجراحي تحديداً، إحنا بنحكي علاج السمنة بغض النظر كيف. يعني إحنا كل ما الشخص نزل وزنه حتى لو نزول بسيط، يعني مثلاً 2 كيلو أو 5 كيلو أو أكثر، هذا بساعد عنا في موضوع الإنجاب وبساعد عنا في الخصوبة وبساعد عنا في الصحة الجنسية عند الرجل والمرأة. هلا بالنسبة للعلاج، احنا حجر الأساس في العلاج اللي هو اللايف ستايل موديفيكيشنز، يعني الأكل الصحي من ناحية الكمية والنوعية، وأيضا ممارسة الرياضة، نوصي بالعادة بتقريبا نصف ساعة باليوم، هذا مهم في موضوع العلاج. بعدين مهم أنك تراجع الدكتور المختص لكي يقيم الحالة ويتأكد من أسبابها ويصف الخطة العلاجية المناسبة. نعم. فهنالك أدوية تستخدم لعلاج السمنة دون الحاجة لجراحة. هلا متى نلجأ للأدوية ومتى نلجأ للجراحة، هذا يعتمد على حالة المريض ويعتمد على عدة أشياء، ولكن اللي بدنا نوصله بأنه بغض النظر إيش الطريقة المتبعة، إذا الشخص نزل وزنه هذا يساعد جدا في موضوع الخصوبة وموضوع الصحة الجنسية. يعني ما تحدث به يساعد بعلاج حالة العقم أو عدم الخصوبة، وليس فقط الحد من تدهور الوضع إلى الأسوأ. نعم نعم، وجدت الدراسات أنه إذا الشخص نزل وزنه هذا يساعد في موضوع الخصوبة ويساعد في احتمالية الحمل وغير ذلك. نعم نعم. طيب إذا ما تحدثنا عن السيدات، كيف بتأثر السمنة على الخصوبة والحمل أيضا لديهن؟ تمام. هلا بالنسبة للسيدات عندنا إفكت سيميلر للرجل، اللي هو بصير إنه يؤثر على الرغبة الجنسية والقدرة الجنسية. كيف؟ هلا الأنسجة الجنسية الدهنية اللي عندنا في جسم الإنسان فيها إنزيمات بتحول بعض الهرمونات الذكورية لهرمونات أنثوية مثل الأندروستين دايون، يتحول إلى أشباه الأستراديول، وهذا يؤثر عنا على الغدة النخامية، وبالتالي يحدث اضطرابات في هرمون الأستروجين والبروجسترون في جسم المرأة ويؤثر على الإباضة. وإحنا بنعرف عشان يصير في عنا حمل يجب أن يكون هنالك إباضة، وبالعادة يجب أن تكون الدورة منتظمة، ولكن للأسف عند النساء الذين يعانون من السمنة الكثير منهن الدورة بتكون غير منتظمة وفي عنا مشاكل بالإباضة. وأيضا السمنة مرتبطة بمرض تكيس المبايض، وهذا بحد ذاته يقلل من الخصوبة وبيسبب عنا مشاكل عدة. نعم. طيب يعني مع كل ما تحدثت به، هل تعتقد، أو طبعا أنا عم بحكي على تأكيدات العلمية، أنه بتشكل البدانة خطر على الأم والجنين؟ أتحدث صحيح. عن الأم الحامل. زي ما حكينا عند النساء، فهمت. هلا عندنا الدراسات أشارت زي ما حكينا أن السمنة عند المرأة تؤدي إلى انخفاض في الخصوبة واحتمالية الحمل، ولكن لو حدث الحمل بطريقة أو بأخرى عند سيدة تعاني من السمنة، نعم هنالك في أخطار مرتبطة بالحمل ومرتبطة بالجنين ومرتبطة بالولادة بتكون أخطر وأكثر من النساء غير المصابين بالسمنة. فمثلا احتمالية المسكارج أو تنزيل الحمل أو غيرها من المشاكل بتكون أعلى عند النساء اللي عندهم سمنة إذا حملوا. لأي مدى ممكن إنه السمنة يعني تؤدي لتكيس المبيض أيضا؟ تحدثت عن هذا الموضوع هيك سريعا، بس إذا ما حدثني هيك بتفاصيل. صحيح. السمنة عندنا مرتبطة جدا، وممكن حتى تعتبريها سبب من أسباب تكيس، متلازمة تكيس المبايض عند النساء، وهذه المتلازمة بيكون فيها عدة أشياء، أحدها اللي هو ارتفاع مقاومة الإنسولين بالجسم وتركز الدهون بالعادة في منطقة البطن، وأيضا بيكون في اختلالات في نسبة الهرمونات، وبيكون في عنا اضطرابات في الدورة وزيادة ظهور الشعر على الوجه والجسم عند المرأة، وكل هذه الأشياء تؤدي إلى انخفاض بالخصوبة ومشاكل في الإنجاب والحمل. ولكن اللي احنا بنحب نوصله أنه دائما إذا بنعالج السمنة وبننتبه لها، كل هاي المخاطر والأشياء بنقدر إن to control it أو إن نزيلها إن شاء الله. نعم دكتور، بنقاط سريعة لو سمحت بدقيقة، ما هي النصائح التي توجهها إلى الرجل والمرأة اللي بيعانوا من سمنة وبالتالي أيضا يعني تأثرت صحتهم الإنجابية؟
هلا ننصح انهم يراجعوا الدكتور المختص في هذا الموضوع دكتور السمنة، بحيث انه يشخص الحالة، يقف على أسبابها ويتأكد أنه لا يوجد أسباب مرضية هي اللي بتأدي عنا إلى السمنة، وأيضا يضع الخطة العلاجية المناسبة. دائما ننصح بالأكل الهيلثي اللي هو الأكل الصحي المتوازن، وأيضا ننصح بممارسة الرياضة، وهنالك دائما اللي هو الأوبشن أو خيار الحل الدوائي دون الحاجة لجراحة عند بعض الناس الذين يعانون من السمنة. والرسالة الأخيرة هو إذا عالجنا السمنة ونزلنا من الوزن قد ما نقدر، هذا سيساعد كثيرا في موضوع الصحة الإنجابية والخصوبة والحمل وغيرها. إذن الاستشاري في الغدد الصماء والسكري والأمراض الباطنية الدكتور رامي سلامة، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات، كنت معنا مباشرة من عمان.